مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وبركة رمضان كريم تصوم وتفطر على خير إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وخالص الدعوات مع كل الوضوء والتقدير هذه المساحة الإنسانية الخالصة والمحبة لعمل الخير والبتسعى في حاجة الناس فشكرا لكل القائمين على أمر هذا البرنامج والمهتمين بالبحث في حاجة الناس والمتعثرة ظروفهم أهلا بكم في حكاية جديدة وقصة جديدة حكاية اليوم من الإسكان الحارة 75 وعندنا قصة أنا عايزكم تركزوا كويس جدا في قصة يوم الليلة لأنه ربما تعتقدوا أننا بنبالغ في إظهار الصورة ولكن الصورة والحدث أبلغ من كل التعابير التي يمكن أن تحكى أمام الكاميرا بطلت قصتنا اليوم الليلة أختنا حوايا حوايا ربت منزل عند عدد من الأبناء ما شاء الله الآن موجودين معنا داخل الراكوبة دي والمكان عامر بيهم زوجها مختفي من زمن عند ما شاء الله بنوتين في الثانوي لكن وقفات من الدراسة بسبب الظروف المعيشية اللي بيعانوا منها وعندها اثنين كفلت بيهم مديرة المدرسة ربنا يجزيها كل خير وحالتهم المادية على قدرهم وأنا لما أقول الكلام ده عايزكم تقيسوا الحاجة دي على أنفسكم كلكم ونحنا جينا داخلين قبل شوية هم عايشين في الراكوب اللي شفتوها قبل شوية المعونات كيف الناس دي اللي بيعيشوا خلونا نسمع القصه منهم كيف وصلوا لحد المكان ده وشنو ناقصهم مرحبا بك يا حوايا حبابي اي حبابي ما شاء الحمد لله مرحبا بك انت جيتي اول حاجه آه الخرطوم 200 يعني معليش انا ما قاريه لكن يعني حكايه 16 سنة متخلي ولا أكتر يعني 16 سنة أي يا هو الظروف يا هو أبونا في الدقائق الأخيرة يا هو يعني ما قاعد يسرتنا يعني ما قاعد معيشنا كويس نهائي دقائق لما جيتوا كنتوا كنتوا عايشين وين أو نزلتوا وين سكنتم كان نزلنا في 54 القبة جينا الإسكان هنا قبل دربة خليل يعني يلا من دقائق يا هو بس عايشين في الدقايق الاخيره قال لي ما عندي خلفي بس انا عايشه زي ده الزمن ده, ده كان شويه احسن يعني قبل ما نخش العمليه انت عملت عمليه شنو هاي عمليه مراره يعني هسه 16 16 سنه بيتغير 15 سنه اها عمليه المراره لا 15 سنه هاي اللي 15 سنه جيتي جيتي من وين اصلا معك زوجي من نياله من نياله آه أي. اها آه. وجيتوا الخرطوم ليش والله بس لحسب المعيشه بس بعد ما جينا هنا يعفو <applause> يعني ما معيشنا كويس نهائي وانا زمان ده قبل العمليه يعني خيط نشتغل حبه حبه كنت بتشتغلي شنو؟ وقبل العمليه كمان عندي قطيع يعني م. كان وقعت زمان القطيع لسه مأثر معي شديد اي آه عندي كده يعني شغل إرتحابات كده برضه يعني مأثر معي شديد م. بس المأثر معي اكثر القطيع دي آه. اه, يلا كان انا ما حاسه بالمراره المراره اللي المرارة اهو الصوره جابوا مشيت بسبب القطيع ظهر لي مراره م. يعني هسه من خير مراره يعني انا اسمع القتيه دي يعني دي ضعيفه شديد يعني <applause> والعمليه يا في يد اليمين يعني ما بنقدر نشتغل اي شيء شئت امان زمان كنت, كنت بتشتغلي شو والله يعني شخال الاطور يعني دار تعليق كتير وفي الدقائق الاخيره قال لي يعني الاسم دي القتيه ده دا ما دايره تحريك كتير دي ما بنقدر لا نقدر ندنقر في يدك اليمين نف... اي العمليه في يد اليمين لكن القتيه دا في الدهر من الرقبة هنا ونازل ليلة تهد يعني وقاطة كده على دهري يعني ، يلا ده هسه أسري شديد معي بس شد ليه جسمي ده كله يعني ، عندها اساسية في العيون عشان نقلب الحطب دي يعني بدري شديد ، الكلام ده خيط منها سلينا يعني قبل خمسة يعني سنة بس ، ياهو لهذا الان في الدقايق الاخيرة قال لي أنا ما عندي بيك شحلة انت عندك بناتكم من طرف راسك المنى. قال لي ما عندي بيك ولا انا اكلكم ولا نشربكم اشربكم واختفى اختفى مننا إيه كده هسه حكاية ثلاثة سنة يعني مم. بس الليلة هنا وبكرة هنا بس شخالة زي ده بس طيب. الدقايق طيب. الأخيرة هسه خلاص قلبت تعديل كده هسه سالي اللي نسلي جالسة يعني ما بنقدر نشتغل تعبانة شديد تصير انتوا قبل قبل ما تجوا هنا دي كنتوا قاعدين وين؟ انا كنا قاعدين كدي على جام الزهرة الزهراء بعد ده كنتوا قاعدين في شنو؟ عاملين ركوبة زي دي؟ لا لا ما عاملين ركوبة زي دي مم. كان عندنا غرفة كده قاعدين فيها مأجرينا؟ أي بكم؟ زمن ده كان هو مأجر لنا يعني مه. في الدقائق الأخيرة طلعانا منه قال لي تتلو تفضوا لي البيت آه. طوالي ماشى خلانا يعني بعد ذلك هو في روضة بهنا يعني نمشي خششنا قفشنا هناك في الروضة؟ أي يلا السبا بنطلع منه والمسا نرجع له بعد الطلبة يجوا يخشوا يطلعوا بعد ذلك هنا تاني نرجع نخشوا بعد داك ست الروضه قال لي يا اخي كده انا بتنفى معي الروضه دي حساسه شديد نقدر نتحمل م. يلا في اولاد ومش الزراعه قال لي اولادنا دي جايين بقعد هنا اه تلقى ليك مكان يعني ناس يا هو رحلنا هنا ناس بنجينا هنا عندنا تقريبا شهر وحاجه يعني في المكان ده آيه. اي آيه. طيب الاكل والشراب كيف؟ والله الاكل والشراب ده ما شاء الله ناس الافرام وناس الدكاكين يعني بدون ايش القرقوش وناس الدكاكين ياهو بدون الاسم دي بدينا ما يتلفوا يعني انا اتمنى انكم تكونوا سمعتوا تماما ما قالته خدنا حوايا القصه القصه وانا قبل قلت بدون مبالغه عشان تسمعوا منها هي شخصيا انه في السكن كانت تسكن في الروضه بين تمشي معاها اولادها تدخل حاجاتها ينوموا الصباح يطلعوا عشان يفضوا الروضه كل يوم بالصوره دي لحد في النهايه المسؤولة من الروضة وست الروضة قالت إنه ما تقدر تستحمل الروضة دي حاجة حساسة فرحلوا في الراكوبة دي هنا عملوا لهم مشمع وقماش على بواقي حديد عملوا الراكوب وسكنوا فيه الأكل والشراب قالت يعني الناس الحي ما مقصرين معهم بتاع الفرن بيديهم الجرجوش، بتاع الدكان بيديهم موية الفول والآن عندها ما شاء الله مجموعة من البنات في اثنين اتكفلت بهم مديرة المدرسة في الأساس وبنات الاثنين اللي في الثانوي واقفين من الدراسة بسبب الرسوم الدراسية حوايا نعم قبل ما يعني زوجك مش كان شغال شنو هو؟ أنا ولا هو؟ هو هو شغال أعمال حرة يعني أه شغال أعمال حرة أي. آه وإنتي؟ أنا بس يا يعني هو شغالة برضه أعمال حرة يعني أنا ما قارية بس شخال الاطور في الدقائق الاخيره يعني صعبت معي شديد مم. يعني دي قبل العمليه يا يعني يعني بعد ما شيت قال لي مراره بعد عمل عمليه خلاص خليت الشغل يعني مم. مع دي يعني ما بنقدر نتحمل نهائي طيب بعد ما زوجك مشى اي اشتغلت شنو انت؟ والله خليت الشغل يا اخو مرات يعني نسوق بناتي لوحده يعني نمشي بس نشحله بس يا وبعد والله نقعد كم ساعه يعني هناك في الشجره يعني يعني المشي بكله له صعب شديد مم. اي يعني هو زي ده بس عايشين زي ده ياهو وبتعتمدوا على الـ على الـ المعونات اللي بيقدموها لكم ناس الخير اي السكن ما لقيتوا حتى كده ثابته تسكنوا فيها؟ والله ما لقينا جزات صدونا زمن معين بس قال لك اقعد لحد متين هنا في الرمضان والله يا اخي قال لهم هسه دايرين نجيبني يعني هسه في قال لي الجمعه الجايه احتمال نجيب لأنه جاتنا قبل ثلاثة أيام كده إحنا من جينا سكننا هنا جونا ثلاثة مرة يعني الجاي الأخيرة قبل ثلاثة أيام قال لي إحنا دارينا جنبنا هنا يعني الحوش اللي إنتو هسي بانين فيه الراكوبة ده سيدو داري ابن فيه قال سيدو لكم داري ابن داري فيه ابن. أي بعد ده لا عنده لا هو لا خرف ولا حمام بس الحمام اللي نمشي الجيران طيب انتوا هسي ناويين تمشوا من هنا وين؟ لا يا أخي على حسب الظروف اللي فينا والله يا أخي بس ديري أنا حتة بس عشان الأطفال اللي يخشوا فيها يعني يا هو سمع الرملان، يا هو هنا الثلاثة ديل سايماد يعني يا ديل الأطفال ديل الولد ده يا هو الليل ما قاعد يشوف والبتة الثانية خيتو برضه نفس الحال لكن شوية أحسن يعني والبتة الثانية ده كمان ياهو هو برضه الولد جاي في دحره ده برضه تعبانة بالعيون ما بشوفه بالليل والله يعني خيتو بجوز زي شكل خباش كده يعني عيون تخير عديل كده بسبب اللحوم والخضروات واللحمة نهائي ما بلقوا امم إيه يعني يوميا القرقوش ولا هاي صبا ومسح بس ده بيساكلنا يعني ومرة ذاته ما عايزين مرة ذاته بيقول لنا انتهت بس زي دي بس ياهم قاعدين يعني مم. مم. هسي انتو مم. لما سيد المكان دي يجي ما عندكم محل تمشوا والله ما في ما في لنا اي مكان بس كنا نطلع برا بس يعني في الشارع بس كم نبني لنا يعني نفس الراكوبة دي نقعد فيها ما عندنا حالة تانية خدنا حوايا ده مبلغ مالي آه هدية مقدم لك من قناة الشروق كويس عسى والعلي إن شاء الله في الفترة دي أي. تقدري آه تلقي لك مشروع صغيروني كده أعمل لك سكريم كويس تعمل لك مشروع بتاع تجارة بتاع عطور وبناتك بناتك كويس تقدري منه مصاريفك اليوميه مم. لحد ما ان شاء الله اهل الخير يجوكي كويس لحد عندك كويس ويقدروا يوفروا لك حته تسكني فيها خلاص كويس شكرا لكم ان شاء الله ربنا يخدمكم في الدنيا وفي الاخره وقفتوا معنا ان شاء الله تبوحوا في الكعبه يا رب ان شاء الله كتر خيرك كويس ان شاء الله الحمد لله دي القصه والحكايه امامكم حوايا حاليا عايشه في العقوبة اللي انتم شايفينها دي مبنية من المشمع والقماش وبقايا حديد وقالت انه سيد الحوش ده ابدا انذار قال لها خلال الاسبوع الجاي هيجي ابني هي ما عارفه اي مكان تتجه عليه ما عندها عائل ولا عندها زول آه بيصرف عليها والاكل والشراب كالعاده قرقوش من بتاع الفرن وموية فول من بتاع الدكان صباح ومساء بسبب نوعية الأكل دي عندها اثنين من أولادها جاوا من العمل ليلي بالليل ما بشوفه واثنين من البنات في الثانوي ما قادرين يدرسوا لأي زول من رجال الخير اللي حاب يدعم وخدنا حوايا ويقدم لها أي نوع من الدعم توفر لها سكن أو أكل أو مصاريف لأولادها أو يدفع رسوم المدرسة يوصلنا نحن في البرنامج ونحن بنوصله لحد ياخذنا حوايا لحد البيت. دي حكايتنا اختصار وبامانه شديده جدا جدا جدا. الوضع ظاهر عندكم في الكاميرا شفتوه وسمعتوا بالصوت. لحد ما نتلاقى في حلقه جديده مع كل الود والتقدير. تحياتي وفريق العمل غدا باذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد في امان الله.